الاستجواب هو محاسبة الوزارة جميعها أو الوزير المختص بسبب تصرف أو سياسة خاطئة تتعلق في الأمور العامة للدولة، وقد ينتهي الاستجواب في بعض الحالات بتحريك المسؤولية السياسية للوزارة وطرح الثقة بها، وقد ينتهي بطرح الثقة بالوزير إذا لم تكن إجابته مقنعة، أي أنه اتهام يوجهه أعضاء مجلس الأمة لأحد الوزراء أو لرئيس مجلس الوزراء بخصوص معلومات مهمة نمت إلى علمه تثير الشبهات في موضوع معين. ونظراً للأهمية القصوى التي يتمتع بها الاستجواب في الحياة البرلمانية، فقد منح المشرع الكويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، كما نص الدستور الكويتي على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجواباً عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. هناك عدة قيود على الاستجواب، منها أنه يجوز أن يقدم الاستجواب من عضو واحد أو أكثر، بحيث لا يجوز أن يزيد مقدموه على 3 أعضاء، أي أن الاستجواب يوجه إما إلى رئيس مجلس الوزراء حول أمر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، أو إلى أي وزير في الأمور الداخلة في اختصاصاته. ومن ناحية أخرى، نجد أن الاستجواب يكفي أن يقدم من عضو واحد، ولا يجوز أن يقدمه واحد، فلا يجوز أن يشمل الاستجواب الواحد عدة وزراء، أو يشمل رئيس مجلس الوزراء ووزيراً أو أكثر. كما يقدم الاستجواب مكتوباً إلى رئيس المجلس ومبين فيه وبإيجاز الموضوعات التي يتناولها، ويشترط أن يقدم الاستجواب كتابة لرئيس مجلس الأمة وتبين فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها بصفة عامة وبإيجاز، كما يجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، ولا يجوز أن يوجه الاستجواب إلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، فلا يجوز أن يوجه إلى وزير أو أكثر في آن واحد. والأصل في الاستجواب ألا يناقش إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ومع ذلك يجوز مناقشته قبل هذا الموعد، وذلك في حال الاستعجال، وأن يوافق من وجه إليه الاستجواب على التعجيل. ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب فسحة من الوقت أكثر من 8 أيام، فيجوز له أن يطلب مد الأجل إلى 2 أسبوع على الأكثر، وأن يلتزم المجلس بإجابة هذا الطلب دون مناقشة أو تصويت، ولا يجوز التأجيل لأكثر من 2 أسبوع إلا بقرار من المجلس.
وللاستجواب عدد من الإجراءات تشمل إدراجه في جدول الأعمال للموافقة عليه، حيث يقدم العضو الاستجواب إلى رئيس مجلس الأمة كتابياً مبيناً فيه بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ويعتبر إجراء إبلاغ الموجه إليه الاستجواب من الإجراءات الضرورية التي يجب أن يقوم بها المجلس قبل عرض الاستجواب في الجلسة. فإذا كان الاستجواب بطبيعته ينوي على اتهام للموجه إليه، فإنه يجب إبلاغه بالاستجواب كي يستعد للدفاع عن الموضوع محل الاستجواب بما لديه من أوراق وبيانات وحجج، كي يمكن به دفع هذا الاتهام عنه أمام المجلس. ويوقع الاستجواب من عضو أو ثلاثة أعضاء على الأكثر، وفور تقديمه يبلغ من رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، مع التأشير عليه بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد مناقشته. ويشترك المجلس في تحديد موعد الاستجواب عندما يختلف مقدم الاستجواب مع الوزير المستجوب أو الحكومة في تحديد وقت المناقشة، كأن يدعي المستجوب صفة الاستعجال وترى الحكومة خلاف ذلك، وقد تقترح الحكومة مناقشته فوراً فيبدي المستجوب عدم استعداده ويتمسك بنصوص اللائحة حيث أعطته حق تأجيل الموعد لمدة أسبوعين فقط. ونصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على إجراءات المناقشة للاستجواب، بحيث تتيح الفرصة لمؤيدي الاستجواب ومعارضيه للاشتراك فيه، وأن تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً تلو الآخر. وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازلوا عن دوره لأي عضو آخر. ويسقط الاستجواب إذا قام عضو البرلمان باسترداد الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزراء أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء الحاضرين، كما يسقط أيضاً إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبنى الاستجواب أحد الأعضاء. وأيضاً يسقط الاستجواب إذا تخلى من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب.
هكذا نجد أن المشرع الدستوري أقر مبدأ إخضاع أعمال الإدارة للرقابة البرلمانية، فعهد إلى البرلمان بمهمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، سواء بطريق غير مباشر عندما يقوم البرلمان بممارسة دوره التشريعي، أو بطريق مباشر عندما تأخذ الرقابة البرلمانية صورة مساءلة الوزراء منفردين أو مجتمعين عن كافة التصرفات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.